مشاهدينا الكرام أهلا بكم. يقع حقل الشرارة في الجنوب الغربي الليبي بالقرب من مدينة أوباري، يعتبر من أكبر حقل النفط في ليبيا، تديره شركة أكاكوس للعمليات النفطية، ويبلغ إنتاجه حوالي 350 ألف برميل يوميا. يرتبط الحقل بحظيرة من الخزانات بالزاوية بخط طول 723 كيلومتر وقطر 30 بوصة. يبلغ عدد الخزانات التي تستقبل خام الشرارة بالزاوية 9 خزانات، سعة كل خزان 300 ألف برميل، أي بمجموع 2.7 مليون برميل. بدأ إنتاج الحقل بتاريخ 5 ديسمبر عام 1996، وبدأ تصدير أول شحنة خام من الشرارة بتاريخ 1 ديسمبر عام 1998. وفي عام 2007 صدر قرار بتعديل اسم شركة ريبسول للعمليات النفطية فرع ليبيا إلى اسم شركة أكاكوس للعمليات النفطية. الحقل هو عبارة عن اتفاقية مقسمة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشريك الأجنبي المتكون من شركة توتال الفرنسية وشركة OMV النمساوية وشركة ريبسول الإسبانية وشركة كنور النرويجية. حصة المؤسسة الوطنية للنفط 88% وحصة الشريك الأجنبي فقط 12%.